لعلي أن أنال بهم شفاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعًا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من المقبولين والمرحومين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، طريق التوبة محفوف بكثير من العوائق والعقبات، لكن تعالوا لنبدأ الحديث بأخطر عقبة، وأظنكم جميعاً تعرفونها، إنه الشيطان. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من شر الشيطان ونفخه ونفثه. الشيطان أكبر عدو للإنسان، لكن بكل أسف قل من ينتبه منا إلى عداوته. الله جل وعلا يحذرنا من عداوة هذا العدو اللعين، فيقول عز من قائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه، أي أنصاره وأعوانه وفريقه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في عاقل على وجه الأرض من المسلمين يسمع هذا التحذير من رب العالمين، من الرحمن الرحيم، من خالقك، ثم بعد ذلك يكذب الرحمن ويصدق الشيطان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي من أصحاب جهنم. من أول لحظة يا أحبابي أمر الله عز وجل فيها إبليس بالسجود لآدم أعلن عداوته. وإذ قال ربك للملائكة، أمر الله فيها الملائكة بالسجود لآدم، أعلن إبليس من هذه اللحظة عداوته. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هل تدبرتم الآيات؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أكثر الآيات التي يحذرنا فيها ربنا من عداوة هذا العدو الذي سيتبرأ من أعوانه وحزبه وأتباعه وأنصاره. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال، أي قال الشيطان، قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، لا إله إلا الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمنقذكم اليوم من عذاب الله وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لا إله إلا الله. يتبرأ الشيطان من أعوانه. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. اسمع، وكان الشيطان للإنسان خذولا. آيات كثيرة جدا في القرآن. بحذر نفسي وبحذر شبابنا وأحبابنا من عداوة هذا العدو الذي يقودك إلى النار وسيتبرأ منك إن وقعت في المعصية، سيتبرأ منك. طيب اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث جميل قوي، ربما يستمع إليه الآن كثير من أولادنا وأحبابنا لأول مرة. الحديث رواه الإمام النسائي وغيره بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. يا الله، الشيطان راصد أي طريق لك يا ابن آدم، بل لك أنت أيها الموحد. خلي بالك، أنت فاكر الشيطان هيطرق أهل المساجد، أهل العبادة، أهل الدعوة، أهل الصلاة؟ ما اللي يروح فيه؟ ما خلاص، اللي دخل خمارة هو دخله وجالك، اللي راح يزني أعاذني الله وإياكم جميعا، خلاص هو وقعه في المعصية وغرقه في الكبيرة وسابه وجالك. بيسألوا ابن عباس، بيقولوا لي: يا ابن عباس، خلي بالك، سؤال بديع جدا وجواب أبدع وأجمل. بيقولوا له: هو الشيطان ما بيوسوس، لا يوسوس لليهود في عباداتهم ليه؟ لماذا لا يوسوس الشيطان لليهود في عباداتهم؟ فقال ابن عباس: وهل يوسوس الشيطان إلى شيطان؟ ما هو خلاص يا خلصانة خلصانة، إنما يجي لك أنت راجل واقف بين يدي الله يطلعك من الصلاة بأي شكل. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك، اللهم ارحمه رحمة ما سعى. أنا بحب الشيخ، معلش سامحوني. أسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يجمعنا به جميعا في جنة النعيم. وأنا أشهد الله أنني رأيت له رؤيا وهو في الجنة، هذه أقولها لله في فجر من أيام رمضان، رأيت الشيخ في رؤيا وهو في الجنة. أسأل الله أن يجمعني به ونحن جميعا مع النبي في الفردوس الأعلى. سمعت منه لطيفة جميلة، يقول لك: سبحان الله، الشيطان يستنى الرجل يدخل في الصلاة ويروح له يخرج منها بأي شك، يفضل بقى يتذكرك بكل اللي انت ما انتش فاكره يذكرك به في الصلاة. فبيقول سبحان الله، والواحد دخل مرة يصلي، وبعدين الست ما شاء الله كانت مجهزة له الغدا، سمك مش محترم ورز الفلفل بقى وبصل أخضر، وجوعت وإحنا لسه أهو. سبحان الله، بيقول له راجل دخل قال لها: إيه، هات السجادة مخطف الظهر قبل ما العصر يأذن. أقول لك أخطف الظهر، ففرشت له السجادة والكعبة بتاعته الطبلية وعليها السمك المشوي، واقف يصلي. طب ده هيصلي ازاي؟ واقف والسمك، دخلت قطة، دي مصيبة كبيرة، دخلت قطة واقف يصلي، خايف القطة تنقض على السمك وخايف يطلع من الصلاة، فيقول لك: لا، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ يقول: عاوز يعمل فقر موت. قال: طب بس انت يا اخويا من الصلاة. فالشيطان مش ممكن ابدا يسيبك وانت في طاعة او وانت في عبادة. اول ما تطلع من بيتك لمجلس علم والعياذ بالله يزين لك المعصية. عاوز تطلع من جيبك 10 جنيه ولا خليهم جنيه، اللي عوز البيت يحرم على الجامع، رواه مفجوع ابنه مفجوع. تيجي تعمل اي، المهم اسمع كلام النبي: ان الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. ما فيش ولا طريق من طرق الخير إلا والشيطان قاعد لك مستنيك فيه. شوف التفصيل النبوي البديع، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، ما سابوش برضه بعد ما أسلم. قال له: تهاجر
وتذر أرضك وسماءك، فإنما مثل المهاجر كالفرس يستن في الطول. الفرس اللي مربوط المقيد في القيد بتاعه في الوتد المشدود في الأرض، عمال يروح ويجي يروح يجي، بس هو مقيد الحركة، ما يعرفش يتجاوز الحدود اللي مقيد فيها. فالشيطان عمال يقول له تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فإنما مثل المهاجر كالفرس يستن في الطول. فعصاه فهاجر. الله أكبر. قال فقعد له بطريق الجهاد. حديث جميل قوي. فقعد له بطريق الجهاد، دي مسألة شقة على النفس. فقال له، قعد له الشيطان أول ما جه يخرج للجهاد، قعد له قال له تخرج للجهاد فإنما هو من جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. طالع للجهاد عشان تقتل، عشان زوجتك بعد ما تموت تتجوز والأموال بتاعتك تتقسم. قال فعصاه فجاهد. شوف النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك منهم فمات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. كل ما الشيطان يأتيك وتعصيه طاعة لله كان حقا على الله، أخذه جل جلاله على ذاته أن يدخل من عصى الشيطان وأطاع الرحمن الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية أخرى تانية جميلة في الصحيحين، إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. الشيطان بيجري منك مجرى الدم. يا الله، ده كلام خطير، يعني مش بعيد. ده يجري منك مجرى الدم، شايف الدم في العروق عندك خلاص فيك. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. السيدة صفية بنت حيي رضوان الله عليها بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد النبوي، فأتيته ليلا لأزوره، فقام معي ليقلبني، يعني ليوصلني إلى داري وإلى بيتي. كانت ساكنة بعيد شوية عن المسجد النبوي في بيت أسامة بن زيد. تقول فقام معي ليقلبني عشان يوصلني. فبتقول وهي ماشية والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي معاها بالليل، مر على رسول الله رجلان من الأنصار الجولين والنبي ماشي مع امرأة، فأول ما رأى الرجلان رسول الله أسرعا. فالنبي قال على رسلكما، استنى أنت وهو، انتظرا، على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. الله الله الله. خلي بالك هقول لك لطيفة الآن من أبدع ما قرأت أنا ومن أروع ما سمعت أنت، وهي من نفيس كلام إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. واحد يسأله هو النبي خايف على نفسه؟ النبي خايف لأن الاثنين دول يشكوا فيه فخايف على نفسه؟ قول لك ده النبي كان ماشي بالليل مع امرأة في شوارع، شارع من شوارع المدينة، على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. اسمع الإمام الشافعي بيقول إيه؟ بل والله ما خاف النبي على نفسه، بل خاف النبي على الرجلين، لأن الشيطان لو قذف في قلبيهما سوءا برسول الله كفرا. ده النبي خاف على الرجلين، ده رحمة من النبي بهذين الرجلين. بقول ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، بل خاف على الرجلين أن يقذف في الشيطان في قلبيهما شرا أو سوءا برسول الله فيكفر. فمن ظن هذا الظن السيء بأطهر من عرفته الأرض كفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني هو احنا ممكن نشك فيك بأبي وأمي؟ فقال كلمته الجميلة، إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا. خلي بالكم من هذا الكلام.
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا. طيب مش هنطول في عداوة الشيطان، لكن تعال نقف على العلاج بسرعة وعلى الدواء. طب الحل إيه؟ أعمل إيه لمحاربة هذا العدو الشرس اللدود؟ أول شيء يا أحبابي الاستعاذة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ يعني إيه؟ إلجأ، احتمي، امتنع، اعتصم، استعذ بالله. ملكش ملجأ إلا الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. أول ما الشيطان يوسوس لك اعلم يقينا بأنك لو استعذت خنس هيسيبك. أضعف من شيطان الإنس في هذه المسألة. شيطان الإنس قد يزين لك المعصية كما سنرى مرارا، مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وانتوا شايفين الإعلام في رمضان الذي يقوده شياطين الإنس إلا من رحم الله، كيف يخطط هؤلاء لصرف أهل التوحيد والإيمان عن الله وعن الطاعة في رمضان؟ إعلام لا يرقب في الصائمين ولا في المؤمنين إلا ولا ذمة. يبقى أول شيء تستعذ بالله، أن تستعيذ بالله، فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله، امتنع به، احتمي به، ملكش ملجأ إلا الله. لن يعينك على هذا العدو الشرس إلا الله سبحانه وتعالى. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا بالله جل وعلا، فالجأ إليه. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أمره هداه، ومن انكسر بين يديه جل وعلا جبره وأغناه وأعزه ووقاه. الجأ إليه سبحانه وتعالى، قل له يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا ضعيف، ألجأ إليك وحدك. والله العظيم يا إخواني، والله العظيم لو تخلى الله عنا بستره لافتضحنا. أنا هختم بالموقف ده وهكمل بكرة إن شاء الله. كنت في المهندسين في مكان ما، عشان ما نوضحش ربنا يسترنا وإياك، مكان عام، صاحب المكان صاحب المعرض شاب حوالي 32-33 سنة، بمجرد ما دخلت والشباب أولادنا ربنا يبارك فيهم رأوني احتفوا بي احتفاء شديدا جدا وبالغا. وبعدين طلع واحد منهم جري في الدور الثاني لصاحب المعرض قال له ده محمد حسان تحت عندنا. نزل الأخ بأسلوب راقي جدا وجميل واستقبلني بحفاوة شديدة، وأقسم علي بالله إن أطلع أجلس معاه في المكتب أشرب معاه شاي. قلت له حاضر تفضل. بعدين طلعت جلست مع الأخ، أسرة معروفة جدا جدا. وبعدين ظل ينظر إليه ويبكي، شاب 32-33 سنة لا يزيد، ينظر ويبكي. فأنا بقول له حضرتك بتبكي ليه؟ خير إن شاء الله؟ قال والله يا شيخ محمد يعني أنا أحمد الله عز وجل إن ربنا تبارك وتعالى جعلك سبب هداية لي. وحكى قصة يا إخواننا من أغرب ما سمعت في حياتي. قال إن الرجل ده بيقول إن هو كان وراني غرفة الأول في الدور الثاني في ملحقة بالمكتب غرفة نوم، قال لي الغرفة دي كانت مخصصة للزنا، والله كده. قال وكان معين أربعة موظفين في المكان، أربعة وظيفتهم فقط أن يأتوه بأجمل بنات منطقة المهندسين وشارع جامعة الدول العربية. بقول ما فيش ليلة تعدي إلا هو في زنا، فضلا عن الخمر لازم تقدم على مائدة الطعام قبل المية. بقول وفي يوم من أيام رمضان، ثلاثة رمضان واثنين مانيش فاكر أنا، اثنين ثلاثة رمضان، بقول أنا جالس سامع الناس بره بتصلي التراويح وركعة ورا ركعة، بقول إيه الناس الهبل دي؟ إيه الناس المجانين دي؟ قال الناس بتفضل تصلي ساعة ولا ساعتين، الناس دي فاضية ما وراها الشغل، وهو ما شاء الله وراها الشغل يعني إيه؟ مشغول. فسبحان الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا. فبيقول أنا
طلبت من الموظفين دول يجيبوا فتاة، جابوا له فتاة بيقسم لي بيقول لي والله يا شيخ محمد هو متلبس بالزنا وعمال يسب في الناس اللي بتصلي بره، وعمال سمع صوت القرآن متضايق جدا وتعبان منه، وبيقول إنه هو ما استمتعش بالفتاة دي فطلب من الأولاد يأتوا بفتاة تانية في نفس الليلة. بقول خلاص مشت وراح يجيبون واحدة تانية واقف ماسك الريموت كنترول وبيدور في التلفزيون عنده في مكتبه المغلق على أي حاجة إباحية يكمل بها الوقت إلى أن تأتيه هذه الفتاة. يقول لي سبحان الله وأنا بقلب لقيت وجهك بالغطرة بقى البيضة والتوب الأبيض على الشاشة، فبيقول أنا قلت إيه ده، إيه اللي جاب ده هنا غلط، ده هنا غلط سبحان ربي. بقول لي مسكت الريموت أتفرج بس ما بسمعش، أنا بس المنظر شدني، واحد بلحية شيخ ولابس غطرة بيضة وتوب أبيض وعلى التلفزيون، أنا ما شفتش المنظر ده قبل كده. بقول فأنا فضلت ماسك الريموت نص دقيقة أتفرج ومستغرب، دقيقة بدأت أسمع، دقيقتين بدأت أسمع، ثلاث دقايق، الله ده الكلام لي أنا. هل تصدق يا أخي إن المحاضرة منقولة على التلفزيون على قناة الشرقة من الشرقة وأنا هناك في الشرقة مباشر، وهو بقدر الله عشان الملك قدر له الهداية بيقلب غلط فجت الصورة على قناة الشرقة مش على قناة مصرية سبحان الله. وستعجب إذا علمت أن الموضوع خطر الزنا، بتكلم عن خطورة الزنا، ده مسائل قدرية ما تقدرش ترتبها، ولو جبته تقعد ويسمع المحاضرة والله ما هو جالس سبحان الله. بقول الله حطيت الريموت وبدأت أسمع كأنك بتكلمني أنا، كأنك كنت شايفني من شوية صغيرين وبتخاطبني أنا. بقول حطيت الريموت وجلست أسمع، أدركت من الحلقة حوالي 40 دقيقة، يقسم لي بالله يقول لي بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، وقمت اغتسلت في المكتب والأول مرة في حياتي أسجد لله عز وجل، أصلي ركعتين، داخلين الموظفين جايبين له فتاة تانية بيبصوا على المكتب مش لاقين حد، لقوا راجل ساجد، لا ده مش ممكن ده يكون فلان، مستحيل، قال استنوا فعلا ده شكل ده هيكله ده مش ممكن، هو جن متلبس بيه ولا ايه اللي حصل؟ بقول انتظر لحد ما رفعت رأسي وأنا باكي وعمال أبكي وأنا ساجد بين يدي سبحانه وتعالى، لأول مرة في حياتي أذوق طعم السجود وأذوق طعم القرب من الله عز وجل. رفعت ده هو، قال إيه إيه اللي جرالك؟ عسى ما شر إن شاء الله، شر؟ قال لا ما في شر خلاص. قال طب والبنت اللي بره دي؟ قال خلاص مشوها مشوها. بقول مشوها، يقسم لي بالله يقول لي يوم 5 رمضان كنت في عمرة أنا وزوجتي وأولادي، ومن هذا اليوم كم مرة حوالي سنة وشوية عن اللقاء ده، قال لي من هذا اليوم والله يا شيخ محمد ما مس فرجه قط إلا امرأته، وقبل ذلك ما سعد ليلة واحدة بزوجته. الشيطان كان مزين له المعصية بره مع امرأة قد تكون أكثر دمامة وأكثر قباحة وأكثر نجاسة، لكن زوجته بين يديه في الحلال الطيب، يبغض الشيطان هذا الرجل في زوجته وينظر إليها وهو لا يطيق أن يقرب منها، وليس القصد هذا، إنما القصد أن يبغضه في الحلال وأن يحببه في الحرام. الشيطان يا إخوان عدو شرس لدود، ما فيش أبدا مخرج إلا بالاعتصام بالله وتوفيق الله، ولولا تقدير الله لهذا الشاب الهدى والله ما اهتدى. عشان كده بقول لشبابنا بلاش نتعامل مع أهل المعاصي معاملة فيها كبر، معاملة فيها استعلاء، وأنا خطبك عشان أنت رجل أقول لك أنا التقي وأنت الشقي، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا المتبع وأنت المبتدع، ما تضمنش والله، ما تعرف حال قلبك أنت هيبقى إيه بعد ساعة ولا بعد دقيقة واحدة، وما تعرفش حال الرجل اللي أنت شايفه المعصية وتسخر بيه ده هيبقى إيه وهيموت على إيه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يبقى أول حرز
من حروز التحصين ضد الشيطان إيه؟ الاستعاذة بالله عز وجل. أعاذني الله وإياكم من شر الشيطان، وأسأل الله أن يعصمني وإياكم، وأكمل غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحب الصالحين ولست منهم لعلي